السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وأرحب بأستاذنا الفاضل باشمهندس عمرو عاطف. أستاذنا هو متخصص في الماشين ليرنينج والذكاء الصناعي، وخبرة في السي شارب والبايثون والريفت اي بي اي. النهارده إن شاء الله المحاضرة الثانية من البيم والذكاء الصناعي، ودي خطوة من خطوات التطور في صناعة البناء. تفضل أستاذنا. شكرا لك يا فندم. شو اسمع؟ شكرا لك يا فندم، حضرتك سامعني؟ لا بس حضرتك معلي صوت بس. طيب هعلي من البرنامج. تمام كده مظبوط؟ ايوه تمام، الله ينور. احنا هنشتغل عادي، واللي عنده سؤال هيبقى فيه فقرة للأسئلة في الآخر زي المرة اللي فاتت. ربنا خلق الإنسان على الأرض ومهد له إن يأكل منها عشان يعيش، فالإنسان أكل الحيوانات وأكل بعض النباتات وبعض المحاصيل، وده وضع طبيعي جدا. ولكن في القرون اللي احنا فيها دلوقتي ظهر الاختراع ده محشي ورق عنب، والمحشي ده معمول من حاجة غريبة جدا، رز خلطة معينة وبنلفه في ورقة شجر، بعدين بدخله الفرن ويطلع لنا طبق المحشي بالهنا والشفا. بس السؤال المهم هنا، الشخص اللي فكر في عمل المحشي وعمله وأكله بالطريقة دي وصل للفكرة دي إزاي؟ أو لو أنا عايز أكرر الاختراع ده واخترع حاجة زي اللي هو عملها، هخترعها إزاي؟ أنا عمرو عاطف، معماري وبحضر ماجستير في جامعة قناة السويس، بم ماشين ليرنينج سبيشاليست في دي روتس، وبم ار ان دي قبل كده في اي سي جي. وهنتكلم النهارده عن يعني ايه ارتفيشال انتليجنس، وعلاقته بالبيم ديفلوبمنت او المجالات بتاعت البيم ديفلوبمنت، وازاي الاثنين ممكن يندمجوا في بعض. اول حاجه يعني ايه ارتفيشال انتليجنس؟ لازم الاول كلنا نعترف ان احنا عايشين في عالم بيتطور بسرعه جدا، وكل حاجه بقت مسجله بشكل رقمي، وكل يوم بيانات ضخمه بتتخزن مع كل حركه طياره وكل عربيه بتمشي. بيانات ما ينفعش شخص يقدر يستوعبها لوحده، ولكن الكمبيوتر يقدر يخزنها ويتعامل معاها. المعلومات دي في ظاهرها عشوائية جدا وغير منظمة، ولكن السؤال المهم، هل ممكن نعرف نستفيد من المعلومات دي ونحولها لمعلومات عشوائية، من معلومات عشوائية لمعلومات مهمة ومفيدة؟ ببساطة خالص، الذكاء الاصطناعي هو إنك تعلم الكمبيوتر يفكر زي ما أنت بتفكر، بيخليه يقدر يحل نوعيات من المشاكل اللي احنا يا اما صعب جدا نبرمجها، او المشاكل اللي حلها بيتطلب خبرات مسبقه عشان نقدر ناخد قرار لحل المشكله دي. طبعا خبرات مسبقه دي الكمبيوتر هو اللي ياخد الخبرات دي بيزد على الداتا الكبيره اللي هي عندنا. الذكاء الاصطناعي بينقسم لثلاث اقسام حسب نوع الخوارزميه المستخدمه لحل المشكله. بس لازم نتفق ان لازم يبقى عندي داتا كبيره قوي عشان اخلي الكمبيوتر يقدر يتعامل معاها ويقدر يتعلم منها. الذكاء الاصطناعي بينقسم لماشين ليرنينج وديب ليرنينج ورينفورسمنت ليرنينج، وهنتكلم بشيء من التفصيل عن كل حاجه منهم. ولكن قبل ما نبدا نتكلم في الثلاث اقسام دول، لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج وحاجه اسمها انسوبرفايزد ليرنينج، ودي بتبقى يعني الخوارزمية اللي أنا بستخدمها أو الموديل بتاع الماشين الذكاء الاصطناعي اللي أنا بستخدمه. في مودلز بتبقى سوبرفايزد ومودلز بتبقى انسوبرفايزد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مودلز بتحتاج داتا عشان تتعلم منها وبعد كده نبدأ نشغلها، ودي اسمها سوبرفايزد. يعني أنا لازم أديله الداتا وهو يبدأ يشتغل منها ويتعلم منها، وبعد كده يبدا يطلع لي المنتج اللي انا بقدر اشغله في البرنامج بتاعي بعد كده. الانسوبرفايزد انا بصمم خوارزميه، الخوارزميه دي بتاخد الداتا ومثلا بتصنفها زي الكلاستر، بتطلع لي الداتا مصنفه. فهنا انا بصمم خوارزميه، الخوارزميه دي تبع الذكاء الاصطناعي ولكن هي بتعمل حاجه انسوبرفايزد، لان مش محتاجه تتعلم على داتا كتير. اول نوع من الماشين ليرنينج
هو أول نوع من الذكاء الاصطناعي هو الماشين ليرنينج، وبينقسم لثلاث حاجات أساسية. طبعا لو طبقنا ده على برنامج أو نظام معين، فبيخلي البرنامج بتاعي قادر إنه يتعلم وأداؤه يتحسن من خلال التجربة مش من خلال البرمجة المباشرة. بينقسم الماشين ليرنينج لثلاث أقسام رئيسية، اللي هي ريجريشن وكلاسيفيكيشن وكلاسترينج، وده على حسب نوع المشكلة اللي أنا عايز أحلها. الريجريشن دي أول نوع من أنواع السوبرفايزد ليرنينج. يعني إيه سوبرفايزد؟ بديله داتا كتيرة وبعدين هو بيبدأ يحل المشكلة بيزد على الداتا دي أو يتعلم من الداتا دي. ببساطة خالص الريجريشن بيعمل لي تنبؤ أو توقع للمستقبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بديله تفاصيل كتير وداتا زي اللي إحنا شايفينها قدامنا دلوقتي، وهو بيبدأ يلاقي علاقات ما بين الداتا دي. يعني لما كان الوضع واحد واثنين وثلاثة حصل النتيجة الفلانية، ولما اختلف الوضع وكان أربعة وخمسة وستة حصل الوضع بطريقة تانية. وبالتالي فهو بيبدأ يرسم لي، أو إن أنا بفيجواليز الداتا بتاعتي بالمنظر ده. فأنا أرسم أو أخلي كل الداتا بتاعتي اللي هي عبارة عن أرقام أرسمها بحيث إن أنا الكمبيوتر أنا أقدر أشوفها وأقدر أتعامل معاها، والكمبيوتر يقدر يتوقع منها يتعلم منها. يعني مثلا الداتا اللي انا رسمتها دي طلعت بشكل لينير، بعد كده اخد منها البيست فيت لاين. فانا لو قلت له توقع لي مثلا نقطه مش موجوده قبل كده، زي مثلا يعني انا مثلا هنا عندي قيمه الاكس هنا مديه قيمه واي هنا. طيب انا لو اديت له قيمه هو مش شايفها يجيبها ازاي او يتوقعها ازاي؟ لا، ده هو هيجي كده في مسافه ما بينهم ويسقط الاكس ده على الخط ده ويروح يشوف قيمه الواي كام. هو هنا اداك نتيجه تقريبيه للحل اللي المفروض يطلع بيزد على الداتا الكتير اللي انت اديتها له دي. هو اتعلم منها وطلع لك خط بيعبر تقريبا عن سلوك الداتا دي هتبقى عامله ازاي. فانا مثلا لو عايز ابدا ادي مثلا اعرف ادي مرتبات كام في الشركه بتاعتي، فببدا اشوف مثلا الشركات اللي زي المجال بتاعي بتدي كام، والناس اللي بتيجي خبراتها عامله ازاي، فبتاخد كذا، والخبره دي عامله كذا مع سن كذا مع ظروف معينه فبياخد كذا. فالموديل بتاعي بيبدا يتكستم على كل ده ويطلع لي الحل المناسب اللي هو تقريبا بيشمل كل الاطراف. لو عايز اتوقع بورصه مثلا، فالبورصه دي بيبقى فيها متغيرات كتير بتاثر في السهم ده طالع ولا نازل. طيب هل ممكن نتوقع البورصه؟ خد بالك الحته دي فيها فلوس. ممكن نتوقع برضو بيزد على حاجات حصلت قبل كده، والله لما الشركه الفلانيه المنافسه حصل فيها كذا، والشركه دي حصل فيها كذا، ودي حصل فيها كذا، السهم بدا يطلع شويه، لما الامور اتغيرت بدا ينزل شويه. فالبرنامج بتاعي يبدا او الماشين ليرنينج موديل بتاعي يبدا يديني توقع هل هيزيد ولا هيقل. وده فعلا اللي مستخدمينه دلوقتي. والتوقع ما بيبقاش على طول لينير، ما هو حد لو قال لك لينير طب ما ده سهل، يعني ممكن افيجوالايز حتى او ممكن اعمله مانيوال. ولكن الفكره ان مودلز المشين ليرنينج ممكن تاخدني في حته ان هي تبدا تتوقع من موديل بالشكل ده، وتبدا تطلع لي برضو خط منحنى معادله تبدا تعبر عن الداتا بتاعتي، بحيث ان انا لو عايز اتوقع حاجه مش موجوده ابدا برضو ارسم من رايح منين واشوف في الخط ده وابدا اتوقع هي هتبقى فين بالظبط. يعني مثلا لو في منتج ببيعه وناس كتير اشترت المنتج ده، بس في ناس اشترت مثلا بجنيه وناس اشترت ب 100 جنيه، فانا بجمع الداتا بتاعت الناس دي وبعد كده ببدا اعمل عليها دراسه، وده بيمكنني ان لما حد تاني يجي يشتري هعرف هو هيشتري بجنيه ولا ب 100 جنيه. ليه؟ لان اللي اشترى بجنيه او اللي اشترى ب 100 جنيه في صفات مشتركه ما بينهم. فانا هبقى عارف ان الشخص اللي هيجي لي من الطبقه دي هيشتري بقد ايه تقريبا. فانا استفيد ازاي من المعلومه دي؟ انا ممكن اخد المعلومه دي وابدا اشوف الناس دي احط لها اوفر تاني، والناس اللي بتشتري اكتر ممكن احط لها اوفر برضو بحيث ان تشتري اكتر، وابدا اتحكم او ان انا مش اتحكم في الماركت ولكن ابدا اهندل الماركت، ابدا اعرف ازاي اتعامل مع المتغيرات بتاعته.
ممكن حد يقول لي طب دي بسيطة، يعني لو على منحنى أو على خط مستقيم لينير فأنا ممكن أمثل العلاقات دي كلها. ولكن الميزة هنا في الماشين ليرنينج إن أنا بقدر أتعامل مع أكتر من 3 أبعاد، لحد 3 أبعاد أقدر أشوفها، إنما لو قلت لك مثل لي شكل 4 أبعاد، علاقة رباعية الأبعاد أو متغيرات رباعية الأبعاد على الكمبيوتر أو بإيدك، مش هتعرف ترسمها ولا تتخيلها. و5 أبعاد و6 أبعاد، الكمبيوتر بيقدر يحاكي لحد 1000 بعد وأكتر. يعني لو الداتا بتاعتي فيها 1000 متغير بتأثر لي على نتيجة واحدة، زي البورصة، زي توقع لأي حاجة في الحياة، فأنا ممكن أخلي الكمبيوتر بتاعي يبدأ ياخد كل العلاقات دي ويضربهم في بعض ويعمل عليهم عمليات بحيث إنه يلاقي علاقة أو معادلة بتعبر عن تقريبا القيمة اللي كل ما المتغيرات دي تحصل يديني رقم معين للناتج بتاعي. يعني لما كل العمليات دي تحصل هيديك الناتج ده، لما كل العمليات دي تحصل هيديك الناتج ده. فابدا بعد كده لو انا عايز اختبر، والله انزل السوق ولا ما انزلش، اعمل ده ولا ما اعملش، لا ده انا اجيب الموديل بتاعي وادي له المتغيرات، والله السوق بيقول 1 2 3 4، انزل ولا ما انزلش، هو بقى ساعتها يديني قيمه. وهو دي وظيفه الريجريشن جوه الماشين ليرنينج. تاني نوع من انواع الماشين ليرنينج هو الكلاسيفيكيشن. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ كلاسيفيكيشن يعني انا عندي كاتيجوريكال داتا، يعني داتا مصنفه. يعني انا عارف مثلا مستخدمين البرنامج ده 11% بيستخدموا البرنامج الفلاني، 18% بيستخدموا البرنامج الفلاني، 71% بيستخدموا البرنامج الفلاني. فانا عندي صفات ناس مشتركه، انا عارف ان الناس دي كلها بتستخدم ده والناس دي كلها بتستخدم ده، ودول فيهم صفات مشتركه ودول فيهم صفات مشتركه، تمام، او مختلفه او زي بعض، او يعني الى حد ما يعني مشتركين في حاجات مختلفين في حاجات. وانا في الحاله دي ببقى عايز مثلا لو حد جالي من بره ويقول لي والله انا صفاتي 1 2 3 4، تمام، مطلوب من الموديل ده اللي هو الكلاسيفيكيشن موديل ان هو يقول لي ان الشخص ده تقريبا هينتمي لاي جروب او لاي كاتيجوري من الكاتيجوريز دول. انا استفيد ايه بالمعلومه دي؟ تعال نضرب مثال بالماركتينج. لو انا عندي مثلا مجموعه من الناس في المول بتشتري حاجات معينه وبتدخل حاجات معينه، فانا مثلا عملت دراسه على الناس اللي بتشتري المنتج ده والناس اللي مش بتشتري المنتج ده، فانا بعد كده هبقى عارف الاشخاص اللي صفاتها كده هي اللي بتشتري مني، فبعد كده هروح اعمل عليهم اوفر، هروح اتارجت الناس دي، هيبقى هم الفوكس زون بتاعي، لاني ببساطه كل اللي اشتروا من يعني اللي اشتروا قبل الراجل ده كانوا بيتمتعوا بنفس الصفات اللي عند الراجل ده، فلو جيت اديت له بنفس الاوفر بنفس كل حاجه اكيد هيشتري المنتج ده، وبالتالي فدي ده يعني الكلاسيفيكيشن. بستخدمه في ايه تاني؟ تخيل مثلا لو انت عندك سفينه ماشيه في البحر وعايز تدي تقرير عن اكتر مكان امن في السفينه، فعشان تعمل ده لازم تدرس دراسه قبل كده لحاجه غرقت زي تايتانيك، وتشوف الناس اللي نجت او الناس اللي غرقت كانت فين والناس اللي نجت كانت فين، فتقدر تدي اولويه للناس اللي تانجو هتبقى فين المقاعد الاكثر امانا. فبالتالي بتاخد دي اسمها كاتيجوري، بيبقى في عندك كاتيجوري من ناس غرقت وكاتيجوري من ناس ما غرقتش، تبدا تاخد الموديل ده وتبدا تطلع احصائيات بحيث انك تقول بعد كده ان الاماكن دي هي الاكثر امانا. والله لو الشخص جاي مع مراته واولاده ممكن يبقى اقل امانا، ليه؟ لانه هيبقى خايف عليهم فهيخليهم هم اللي يعني يركبوا اللايف بوت مثلا وهو هيضحي بنفسه، انما لو جاي لوحده لا هو هيعافر عشان ينجو لوحده. وبالتالي فانت ممكن تديه توقع للشخص، تمام، لو حصل حادثه مثلا او يعني فان انا عايز اتوقع حاجه زي كده واقول لك والله في نسب معينه ده ممكن ينجو ده ممكن ما ينجوش. المثال ده اتطبق وموديل تايتانيك مشهور جدا في الماشين ليرنينج، ناس اشتغلت على الموديل ده ووصلت لدقه 89%. يعني اخذوا الداتا بتاعت الناس اللي نجت من تايتانيك والناس اللي غرقت وبداوا يدخلوا صفات معينه على الموديل اللي طلعوه، يطلع لهم 9 صح من اصل 10، لكل 10 يقول لهم 9 ده نجا ولا غرق مظبوط من اصل 10. وهو ده اللي احنا بنقدر نشتغله في الكلاسيفيكيشن جوه الماشين ليرنينج موديل. وطبعا طبق ده على اي حاجه في السوق، انت عايز تعرف ده هيقول للوضع ده ولا هيقول للوضع ده، بيزد على الداتا اللي عندك قبل كده بتبدا تتوقع المستقبل.
تالت حاجة في الماشين ليرنينج اسمها كلاسترينج. والكلاسترينج ده نوع من أنواع الانسوبرفايزد ليرنينج، هو ده اللي انت بتصمم فيه خوارزمية، مش بتديله داتا يتدرب بيه، لا انت بتصمم خوارزمية، والخوارزمية دي وظيفتها ان هي تعمل لك كلاسترز. يعني ايه؟ انت بتحدد صفات الكلاستر، او ان انت بتقول له الداتا اهي انا رسمتها لك، والله حاول تقسمها بيزد على ان كل جروب معينين من الناس ليهم يبقى ليهم صفات مشتركه. والله كل الناس اللي بتحب مثلا افلام الرعب وبتشرب المشروب الفلاني وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كل الناس دي حطهم لي في جروب. ليه؟ لاني دول بعد كده هيمثلوا لي صفات، يعني هقدر تارجت بيهم مجموعه من الناس، او هيبقوا عندي يعني صفاتهم قريبه من بعض فهقدر اطلعهم من السوق. طبعا ده مش زي الكلاسيفيكيشن، لان انا هنا انا مش عارف الناس دي تسميتها ايه، ولا عارف كم جروب عندي بيدخلوا مثلا المول. انا مثلا لو في مول وببيع منتج معين ودخل عندي واحد سنه كذا ومتجوز كذا وي 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 وتفاصيل عن حياته، مش حياته ولكن بعض التفاصيل اللي هي العادية اللي هي السن والجندر عايش فين بيشتغل فين الكلام ده كله. واحد تاني دخل، واحد تالت دخل، وبدأت أجمع داتا بالمنظر ده. الفكرة هنا إن بيكون عندي داتا كتير بتوضح خصائص الناس في المول ده اللي بيستخدموا المول ده. وبعد كده بجمع الخصائص ده وأقسمهم لجروبس بالمنظر ده وأخلي الخوارزمية تشتغل عليهم، فتقوم مقسمهم لي بالمنظر ده، تقول لي والله ده أول مجموعة من الناس وصفاتهم المشتركة تقريبا كده، وده تاني مجموعة ودي تالت مجموعة ودي رابع مجموعة. طيب اعرف استفيد ايه بالمنظر ده من الداتا؟ تخيل لو انا عندي مول تاني فتح في مكان تاني، والمول ده مثلا عرفت انه بتجيله ناس معينه مثلا، تمام؟ فانا ابدا ادرس السوق بتاع المول واعرف متوفر فيه ايه واعرف مش متوفر فيه ايه، والناس اللي بتجيله دول بتيجي من اي جروب من الثلاثه جروبس اللي عندي دول، وبعد كده الناس دي مفروض بيناسبها ايه في المول وايه اللي هي مفتقده، او ايه اللي هي، طبعا انا عارف صفات الناس دي اصلا بيزد على دراسه قبل كده، فهعرف اختار المشروع اللي انا لو حطيته في المول ده هيبقى ناقص عند الناس اللي هي بتيجي المول ده. فهتعرف تختار مشروع، المشروع ده هيحقق مكسب وهيحقق وهينجح في المكان ده بالذات. ليه؟ لانه معمول على دراسه صفات الناس في المكان ده. وطبعا لما تجي لك رسالة بعرض معين اعرف ان العملية دي كلها بتتم في الخلفية بس انت مش بتكون شايف. كلاسترنج بيستخدم برضو في ان انا اعرف صفات مجموعات من الناس عايشين في مكان، في نفس المكان، اعرف الصفات اللي بتميزهم واعرف اتوقع سلوك الناس في المكان ده. ودي هي اللي ممكن يعني المناطق اللي انا ممكن استفيد منها من الكلاسترنج في الماشين ليرنينج. تاني زون من الاقسام او تاني قسم من اقسام الارتفيشال انتليجنس وهو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده بيحاكي عمل عقل الانسان. الخوارزميات المستخدمه دي بتحاكي طريقه عمل الدماغ البشريه، وبنطبقه داخل البرنامج بتاعنا لو محتاجين اننا نحل مشكله مرتبطه بالخبرات المكتسبه زي ما الدماغ البشري بتحلها. يعني مثلا زي برنامج بيقدر يتعرف على الوجوه والاشياء المحيطه. وبرده الديب ليرنينج ده من السوبرفايزد ليرنينج، يعني محتاج اديله داتا يتعلم زي ما الدماغ بتتعلم. مفيش حد بيتولد عارف القطة من الكلب على طول، لا لازم يتعلم الأول وبعد كده بتبدأ تسأله دي قطة ولا كلب فبيبدأ يقول زي الطفل الصغير بالظبط. لو أنا عندي مثلا خوارزمية للديب ليرنينج فهي بتقدر تفرق ما بين الصور. طيب إزاي الكلام ده بيتم؟ زي ما احنا شايفين هنا ده حد عمل تدريب للماشين ليرنينج بالمنظر ده على الصور اللي قدامنا دي، فبدأ يدخل له مجموعة صور كتيرة وبدأ يقول له يدرس أو يحفظ أشكال العناصر أو الصور اللي هو دخلها له، ويعرف إن ده كرسي ودي ترابيزة وده موبايل وده ريموت، وبدأ يحط البرنامج ده على الموبايل، وفي الوقت اللي هو الريال تايم بدأ يصور بالكاميرا، والكاميرا بدأ تقول له ده كوباية ده كذا ده كذا، وبدأ يحطه دلوقتي على التلفزيون. هتلاقيه حتى جاب أشخاص اللي جوه التلفزيون، بدأ يقول ده بيرسون وبنسبة كام،
لان هو بالنسبه له هو كل حاجه تقريبا شبه بعض، بس دول فيهم صفات مشتركه. ان الصفات دي لما تبقى مشتركه في حاجه تبقى انسان، دي كده تبقى ساعه، دي كده يبقى هو بيقول لك ده تي في وده باب اصلا. ففي بعض الحاجات اللي ايه برضو هو بياخدها بنسبه تقريبيه، ولكن بنسبه كبيره جدا هو مطلع كل حاجه صح وحاطط حواليها البوكس ده. طيب ازاي بقى ده بيشتغل، او ازاي بيحاكي عقل الانسان؟ لازم نعرف العقل البشري بيشتغل ازاي الاول. عشان اعلم طفل دي قطه ولا كلب، فلازم الاول اجيب له صور قطه، صوره قطه واقول له دي قطه، وصوره كلب واقول له دي كلب، وهو يفضل يبص فيهم ويحفظهم، واجيب له قطه تانية وقطه مختلفه، وبعدين هو يبدا يطلع كل الفيتشرز من الصور اللي بتجيله. يعني ياخد الصفات المشتركة اللي شافها واللي أنا قلت له عليها دي قطة، وياخد كل الصفات المشتركة واللي شافها واللي قلت له عليها دي كلب، ويبدأ بعد كده يحلل الصفات دي ويتعلم إنه لو شاف الصفة دي في شكل في حيوان معين تبقى هي دي قطة، لو شاف الصفات دي كلها مجتمعة مع بعض في مكان معين تبقى دي كلب. طب إيه اللي هنا إحنا بنعمله؟ نفس الكلام هنا، الخوارزميه بتاعت الديب ليرنينج اللي هي النيورال نتورك تبدا تاخد الصور وتحللها لصفات. يعني ايه صفات من الصور؟ يعني ايه؟ يعني ايه هحلل صفات ازاي من الصور؟ ايه الصفات اللي ممكن اطلعها من الصور؟ احنا عارفين الصفات دي اللي هي البارامترز او البروبرتيز. مثلا لو احنا بنتكلم في الريفت، فانا عندي الحيطه ليها طول وعرض وارتفاع، دي بروبرتيز. طيب في الصور ايه الصفات اللي ممكن اطلعها؟ لا، ممكن اطلع الوان، ممكن اطلع احول الصوره الابيض واسود واطلع الفرق ما بين الابيض والاسود فيطلع لي الايدجز بتاعت الفيس او بتاعت الايمج عندي، ممكن اخد الالوان مع الايدجز. يعني ممكن احل الصوره بكذا طريقه معينه واطلع الصفات منها، ودي بقى فيها رساله ماجستير ودكتوراه وكل حاجه. وبعد كده الصفات دي ببدا ادخلها على خوارزميه ديب ليرنينج، وهو يبدا يتعلم منها والله الصفات دي كلها لما تبقى موجوده احفظ ان هي كلب، فلو توافر الصفات دي كلها تبقى هي كلب، لو توافرت الصفات دي كلها تبقى هي قطه. فخد بالك ان انا هنا لازم يبقى عندي صور كتيره جدا 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 يبدا يتعلم عليها. بعد كده ببدا اجيب له صوره بيحللها بنفس الطريقه اللي اتعلم بيها، ويشوف الصفات اللي طالعه له دي تقول انها تكون قطه ولا تكون كلب. وفي الحاله دي بيقدر يديني قرار، وبيبدا يديني توقع زيه زي عين الانسان بالظبط لما تبص على حاجه وتقول لك ده كلب ولا دي قطه. وفي ساعات تقول انا لمحت حاجه انا مش عارف هي كلب ولا قطه. ليه مش عارف هي كلب ولا قطه؟ لانك ما بصيتش عليها بالوقت الكافي، ما عرفتش تطلع منها فيتشرز كافيه تقدر تحكم عليها هي قطه ولا كلب. وده ساعات برضو بيحصل في الموديل بتاعي، لو اديت له صوره كده اللي هي مش باينه قوي ممكن يقول لك انا مش عارف هي بنسبه 20% بنسبه 50% مثلا قطه وبنسبه 50% كلب. تمام، فهي دي فكره الديب ليرنينج، ودي ازاي انا بقدر ابرمجه. ما برمجوش، مش ابرمجه، اعلمه. هنا اتعلم ما تبرمجش. نفس الفكره هنا، لو انا عايز اعرف الهاند رايتنج بتاعي عايزه يبدا يرجعها للديجيتال، يعني يرجعها لداتا ديجيتال، فانا بديله مثلا ارقام كتير بيبدا يتعلم ان كل الارقام دي لما تبقى كلها بالمنظر ده بتبقى اسمها 9، او يرجع لي القيمه اللي هي 9. وببدا اديله مثلا هاند رايتنج لحد جديد اول مره، يعني ما شافوش قبل كده، الكمبيوتر ما شافش ايده هي بتكتب قبل كده، فيبدا ياخد الصوره ويحللها بنفس الطريقه، وفي الاخر يقول لك والله لما الصوره تبقى بالمنظر ده تقريبا في عصايه كده وفيها دوريه فوق تقريبا هتقول ان هي هتبقى 9، فيبدا يتوقع لك والله الموديل ده 9 بشكل معين. بس كده؟ لا، مش بس كده، ده حصل عندنا ان قال لك طب طالما انا بجمع فيتشرز من حاجات كتير، ما ينفع ادخل فيتشر من بني ادم على فيتشر من انسان واقول له يطلع لي حاجه كده هلاميه غريبه؟ ما هو لو انا عملت كده انا دخلت في زون ارتستيك اصلا، انا دخلت في زون يعني عمل فني، المفروض ان فنان اللي بيعمله. الفنان بيعمل ايه؟ بيدمج حاجات ما لهمش علاقه ببعض، فساعات ينجح ويطلع عمل رائع، وساعات فن اوكي، وساعات يفشل. فهل يقدر يعمل كده؟ قال لك والله انا ممكن اعمل حاجه بالمنظر ده، ابدا اجمع صفات وحاجات وابدا اركبها ببعض واطلع لك الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي. دي حاجه اسمها ديب دريم، وممكن نسيرش عليها ونلاقي فيها داتا كبيره.
ودي ناتجه عن خوارزميات ذكاء اصطناعي بتبدا تدمج لي حاجات فيتشرز من كائنات مختلفه في بعض وتطلعها لي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تالت نوع من انواع الـ Artificial Intelligence هو الـ Reinforcement Learning. Reinforcement Learning دي خوارزميات بتحل المشكلة بناء على التجربة والخطأ، يعني بيمشي بيخبط، فلما تخبط مش عايز اخبط فهنط فهيمشي فهياخد بونص. ولو قلنا هنا التجربة والخطأ، معنى كده ان هي الخبرة المكتسبة، والخبرة دي بتزيد مع التدريب زيها زي الخبرة اللي أنا بكتسبها من العمل أو في الحياة العادية. تلاقي واحد كبير يقول لك من خبرتي في الحياة، يعني إيه؟ يعني اتعلمت وجيت مرة صح ومرة غلط لحد ما عرفت الصح بيتعمل إزاي وبدأت أعمل الصح عشان أكسب أكتر أو أعيش أحسن. ولما نقول خبرة المكتسبة فده بيكون عن طريق التعلم، والتعلم بيكون في بيئة أو وسط معين. وفعلا reinforcement learning لازم يتعلم في بيئة محددة. فأول حاجة لازم بيبقى عندي البيئة اللي أنا بتعلم فيها أو اللي أنا بدرب الايجنت بتاعي إن هو يتعلم. لو أنا عندي مثلا حيوان أليف وعايز أعلمه، بعلمه إزاي؟ ببدأ أقول له أمر معين، أقول له أقعد مثلا. الحيوان الأليف أو الايجنت بتاعي هو عايز ياخد مكافأة، عايز ياكل، بيفكر انت هتديله ايه في المقابل. الميزه هنا ان في الكمبيوتر والبروجرامنج انت بتبرمجه وتقول له والله خليك ان انت عايز القيمه دي، عايز تزيد، عايز المكافاه بتاعتك، انت بتبرمج الحته دي. هنا في الواقع الحقيقي الحيوان الاليف لو سمع كلامي فانا بديله مكافاه، فيعرف ان انا لما اقول له كده. خد بالك هنا احنا عملنا زي كونكشن ما بين الانسان والحيوان الاليف، زي برضو لما تعمل او تخلي الكمبيوتر يعمل الكونكشنز دي، انت بتبدا تقول له حاجه وبتبدا تكافئه عليها، تبدا تقول له امر تاني فيعمل حاجه تانيه غلط فتقول له لا انا مش عايز كده، فيبدا يتعلم ان الحاجه دي غلط لما يعملها، فمش فلما تقول له اعمل الامر ده مش هيعمل الامر اللي انت قلت له عليه غلط. وبالطريقه دي بيقدر يتعلم معاك، وزي ما الحيوان الأليف بيتعلم زي ما تقدر تبرمج الكمبيوتر وتخليه يتعلم عن طريق الثواب والعقاب، اللي هو تكافئه أو تقول له لا أنا مش في بانشمنت في الحتة دي. ده مثال تاني، شركة عملت لعبة هايد اند سيك اللي هي استغماية، وعملت فيها ايجنت بتتعلم من الاخطاء اللي هي بتعملها. الكمبيوتر بيلعب مع نفسه. هنشوف الفيديو ده. Natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage by grabbing and locking these blocks. لاحظ هنا ان عمل لك بيئه من بيئه محيطه وحط فيها حراميه وحط فيها عسكر، وبدأ يقول لك العبوا مع بعض، انت حاول تمسك دول، لو شافوا كده فهو بياخد، يعني لو الاحمر ده شاف الازرق، الازرق ده بياخد ماينس، بياخد بانشمنت، تمام؟ لو قعد مستخبي ده الوقت زياده من، يعني كل ما التايم بتاعه يزيد وهو ما حدش شافه يبقى ياخد مكافاه اكتر، وده كل ما الوقت يزيد وهو ما مسكش حد ياخد مكافاه اقل، فده يحاول يستخبى وده يحاول يمسكه. فبيقول لك بعد مليون محاولات كتيره جدا، بدا ان هم يتعلموا ان هم يلوك الاوبجكت. طبعا لوك الاوبجكت ده هم حاطينه فيتشر، وده ممكن يمشي لعنده ويعمل له لوك، بس ده بيبدا يجرب ويتعامل، يجرب الحل ده، يجرب الحل ده، يجرب يروح هنا، يجرب يروح هنا، بيتمسك. طب اعمل ايه؟ طب اجيب ده احطه هنا، قعد وقت شويه عشان يشوفني لان التاني هو بيتحرك خبط فيه فما شافوش، طب اعمل كده، طب اعمل لوك. ده لما عملت لوك في الحته دي بالذات ما عرفش يمسكني خالص،
اتعلم ان هو يعمل الحاجة دي بالمنظر ده، فالتاني ما يعرفش يمسكه. They can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. وقال لك هنا ان هم بقوا بيشتغلوا مع بعض زي تيم واحد، يعني ده بقى بياخد حاجه والتاني بقى بياخد حاجه تانية، ما بيتخانقوش مع بعض، لا هم عارفين ان هم فريق واحد. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. متخيل هنا ان هو بدأ ياخد الحاجات، الحاجة اللي بيطلع له منها فوق، وبدأ يخبيها عنده عشان التاني ما يعرفش يدخل له. ده دماغ كمبيوتر اللي بتلعب مش انسان. وبعدين حطوهم في بيئة مفتوحة، وحط الاوبجكتس موجودة عندهم، هو ممكن يعمل لها لوك، ممكن يحركها، ممكن يعمل اي حاجة، ممكن ينظمها بالطريقة اللي هو عايزها. فبعد كده شوف كده اتصرف ازاي، هو اخد ثلاثة وقام قافل على نفسه وخلاص كده انا استخبيت. بعد كده قال لك ايه؟ لا ده اتعلم التاني ان هو يطلع فوق بوكس ويمشيه. خد بالك ده خطأ برمجي، وهنا طلع لي حاجة أنا ما كنتش متوقعها أصلاً، إن هو يمشي على بوكس ويمشي لحد ما ينزل عنده. ده اتعلم حاجة أصلاً ما كانتش متوقعة أصلاً. وبعد كده قام عامل لوك لكل حاجة وقفل على نفسه بحيث ما حدش يقدر يوصل له خالص. ده فعلاً موديل حقيقي معمول، وده ايجنت موجود وبيفكر زي ما الإنسان الطبيعي بيفكر بالظبط، لأنه أخطأ وأصاب وتعلم من الخطأ بتاعه وخزنه جواه. ومش بس كده، قال لك لا انا عندي حاجات بقى ببدأ اعلمها حد، مثلا يعني روبوت بعلمه ازاي يجري، بعلمه ازاي يواجه لو قابلته اي عقبات وهو ماشي. فبنشوف حاجات زي كده. التطبيقات برضو ما بتوقفش عند الحد ده، دول مجموعة من الناس برضو برمجوا برنامج عبارة عن عربية، العربية دي محتاجة تركن في المكان المخصص ليها، فمفروض ان هي ما تخبطش اي حاجة خالص وهي راح تركن، لان الكود ده بعد كده ممكن يحطوه في السيلف درايفنج كار او يستخدمه. فبدأوا يعملوا تريننج، بدأ يحط العربية في مكان ويقول لها روحي التارجت بتاعك انك توصلي للحل ده. فكر فيها زي كأنه
architecture plan وانت بتحاول تصممه. فمثلا التارجت بتاعي ان انا اوصل لغرف 1 2 3 فيها مساحات 1 2 3، والعربيه دي راندملي في الاول بتبدا تجرب تمشي يمين، خبطت في حاجه تاخد بانشمنت، مش هتعمل كده تاني. راحت شمال مشت شويه تمام بتقرب للهدف، اب المكافاه بتزيد بس خبطت بانشمنت، فتبدا تبعد، لا انا كده مش عايز البونش، تلاقيها بتخسر اكتر، فلا المفروض كنت ارجع، لا المفروض احله بحل تاني. العربيه بتمشي يمين وشمال وورا وقدام، فانت مفروض من مجموعه الحاجات اللي انت بتديها للايجنت اللي بيبدا يتحكم بيها في نفسه يقدر يخليه يمشي يمين وشمال وفوق وتحت، مفروض عن طريق الحاجات دي يقدر يروح للمكان الصح ويركن فيه. هنا وصلنا ل 5000 عمليه ولسه مفيش حاجه حصلت. هنمشي كمان شوية لحد 20,000 عملية وتقريبا هتركن، لقيت في عربية قصادها مش هي عايزة تروح ترجع، عايزة المكافأة، فخبطت العربية، طبعا بتاخد بانشمنت بانشمنت بانشمنت، فعرفت ان الحل ده مش حل صح، وما اتعلمتش في الاخر في الحتة دي، اتعلمت بس ما وصلتش للحل الصح. فبعد كده يمشي عليها يخليها تتعلم اكتر تتعلم اكتر. لا كان المفروض تحود قبل كده، ليه؟ لاني في الحتة دي كانت عماله تاخد مكافاه، اول ما عدتها بدات تاخد بانشمنت، فيعرف ان ده الزون اللي المفروض كنت اعمل فيه اي حاجه تاني، ما عديش من جنب. بعد كده يفضل ماشي يتعلم 25 50,000 محاوله بتحاول تتعلم فيها، بدانا نوصل. طبعا خد بالك كل مره بيحط العربيه في مكان مختلف عن اللي قبله، والا مش هيتعلم، ما هو لو في نفس المكان هو اتعلم خلاص. لاحظ هنا ان في 50,000 العربيه بيحطها في اي مكان تقريبا لقيت يعني لسه بتخبط. بعد مرور تقريبا كام 20,000 بدأ يزيد، تقريبا لحد 20,000 200,000 مش 20,000 200,000 محاولة، بدأ العربية يحطها في أي مكان، لا ده بترجع وتلف وتظبط وتعمل لحد ما تيجي تدخل الباركينج بتاعها. لحد 300,000 محاولة تقريبا كل العمليات اللي بقت بتعملها تقريبا صح. شوف هي كانت هتخبط، لا هي عايزة تدخل بقدام، ده مش حد سايقها، مش حد بيتحكم فيها، ده هي اتعلمت تعمل كده زي ما احنا اتعلمنا نركن بالعربية، بترجع لورا وتظبط المرايات وبتاع وبعدين تدخل في الباركينج. العربية دي اتعلمت كده زي ما انت اتعلمت بالظبط، هنا اتعلمت في 300,000 محاولة برمجية، احنا اتعلمنا في الواقع فممكن نبقى أسرع شوية، ولكن العربية دي اعتبر بقى ان انت عندك كذا ايجنت ممكن تعلمه كذا حاجة وهو اللي يقوم بمهام اللي فيها اتخاذ قرار بيزد على تجربة وخطأ وبيئة انت معرفها له ومعرفة حدودها، وقايل له كل ما يخبط في حاجة بينقص بياخد بانشمنت، وكل ما يمشي ناحية التارجت ياخد بونص، فهو عايز ياخد بونص اكتر فتلاقيه بيعمل العملية دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا دي حاجة جبارة جدا في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، انه يخلي العربية تمشي بالشكل ده وتركن وكل المحاولات في الاخر تبقى صح. الجزء ده كله بنتكلم فيه عن الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. دلوقتي هنتكلم عن البيم ديفلوبمنت، يعني ايه علاقة اللي احنا كنا بنقوله كله عن والبيم ديفلوب. زي ما احنا اتفقنا ان البيلدينج انفورميشن موديلنج اهم زون فيها هو الانفورميشن مانجمنت، والناس بتسميها بيلدينج انفورميشن موديلنج، وناس بتسميها بيلدينج انفورميشن مانجمنت، وناس بتسميها بيلدينج انفورميشن موديلنج مانجمنت، ولكن الانفورميشن مانجمنت هي اقوى حاجه في البيم. ازاي نقدر نستفيد من الانفورميشن مانجمنت اللي هي الباورفول زون بتاعي؟ عشان اعرف استفيد ازاي او اطور نظام المعلومات اللي عندي في البيم لازم اجاوب على السؤال ده، ايه نوعيات المشاكل اللي بقابلها وانا شغال بيم؟ مشاكل ليها علاقه بالانفورميشن او اللوت اوف انفورميشن اللي عندي. بلاقي في مشاكل زي الريبيتيف تاسكس اللي بتقابلنا، والباترند بروبلمز، وديزاين ايشوز، وهنعرف يعني ايه بالتفصيل. اول حاجه الريبيتيف تاسكس دي زي ما اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت، ان بيبقى عندي تاسك بيتكرر وانا مفروض مني ان انا اوجد له الخوارزميه او الطريقه اللي ببدا يعني امشي بيها التاسك بالترتيب فينجز لي المهمه دي، لان كل مره هي نفس المدخلات ومفروض يعمل عليها نفس العمليه ومفروض يطلع نفس المخرج او يعني مش هيختلف.
فدي اسمها ريبيتيتيف تاسك، ودي مشكلة سهل جدا ان هي تتحل بالبرمجة المباشرة، سواء عن طريق السي شارب او عن طريق الداينامو. اي حاجة بتاكسس ريفيت اي بي اي تقدر تشتغل على الريفيت كاكزامبل للبيم سوفت وير بتاعي، فتقدر تشتغل بالمنظر ده. المشاكل التانية اللي هي الديزاين ايشوز، يعني ايه؟ يعني حاجات ليها علاقة بالتصميم، اختار اعمل التصميم ده ولا اعمل التصميم ده، ولا انا اصلا عايزه اقول له والله حط لي واحد اتنين، يعني انا عايز مثلا فراغ بيتكون من عايز مثلا اعمل تصميم لمنزل، المنزل ده فيه اوضه نوم وسفره وحمامين وهو يطلع لي التصميم في الاخر. فدي مشكله انا بحلها عن طريق يا اما الريفورسمنت ليرنينج، وده زون لسه ما حدش حط فيه اي حاجه لحد دلوقتي تقريبا، والجنريتيف ديزاين، ودي الناس بدات تشتغل فيه. جنريتيف ديزاين بيبدا يطلع لي بدائل من تصميميه، بيبدا يجرب حلول عشوائيه ويطلع لي بدائل التصميم، وممكن اشغله برضو في الموديل بتاعي سواء كان بيم او اي موديل تاني فيه نفس الشروط اللي ممكن يشتغل عليها الجنريتيف ديزاين. والريفورسمنت ليرنينج زي ما احنا شفنا دلوقتي ان لا، عربيه ممكن تعرف تركن ازاي، فتخيل انت لو حطيت العربيه دي، لا هو حد بيصمم العربيه دي، بقت حاجه عماله تجيب لك البلانات فوق وتحت وتظبط النسب وعماله تجرب وتكبر وتصغر وتحاول تفات التارجت اللي انت حاططه له، وكل ما تعمل حاجه غلط وتيجي في الرولز، ما هو الديزاين ده عباره عن ايه؟ هي رولز من الكتب والحاجات اللي احنا اتعلمناها في الكليه، الستاندرز، وفكرة تصميمية فيها شيء من الإبداع. فمفروض إن أنت بتجرب حاجات جديدة، وده اللي الكود بيعمله، بيبدأ يجرب حاجات جديدة كل مرة في الأول، وبعدين يبدأ يتعلم، لا والله لما عملت كده كان تمام، ما عملت كده ما كانش تمام، فيبدأ يروح للبيست فيت زون بتاعك اللي أنت ممكن تتعلم فيه الحاجات دي كلها، اللي هو ممكن يحقق لك فيه التارجت بتاعك. تالت مشكلة عندي وهي الباترن بروبلمز. يعني إيه باترن بروبلم؟ يعني مشكلة يعني ما تقدرش يعني تقدرش تحددها، هي ليها علاقة بإن الداتا بشكل معين، فبيزد على تجربة قبل كده هيحصل لك مشكلة هنا. إيه المشكلة هتحصل؟ ما أعرفش، بس تقريبا هتحصل هنا. ليه؟ لأن البلان ده زي بلان قبل كده وكان في نفس المشكلة وحصل الكلام ده كله. لما حد مثلا بيقول لك أنا شامم ريحة خيانة، شامم ريحة خيانة إزاي؟ لان في تفاصيل في الكلام كده هو حسها شبه تفاصيل قبل كده تقريبا، فهو جمع حاجات كده، فالحاجات دي لما تجمعها هيطلع لك مثلا هنا كلاشات كتير مثلا. فانا عندي مثلا بلان بالمنظر ده، وبيحصل كلاش دايما لما يبقى عندي بلان بالمنظر ده في تايب مثلا مستشفيات في حتة معينة فيه، فيبدا يديني مثلا ان الحتة دي بتبقى فعلا، يعني لو كنا حلناها من الاول كانت هتبقى افضل. طيب فانا اعمل ايه؟ لا انا ممكن اعلم الداتا دي بتاعتي ويبدا يقول لي لا، ده انت قبل ما تصمم خد بالك من الحتت دي، ابدا طلع فيها يعني خد بالك منها او اعمل لها ديزاين الاول وطلع لي منها الحتت اللي انا اركز فيها. او مثلا انا عايزه مثلا يطلع لي تفاصيل معينه، طب يعرف امتى ياخد التفصيله دي فين؟ ما هو بيزد على مودلز قبل كده، زي ما انت بتفكر والله انا حاسس ان الحته دي فيها حاجات كتير محتاجه تاخد تفصيله فيها، فتقوم اخد تفصيله فيها. طب ده كله هل ممكن يتبرمج ولا لا؟ احنا زي ما شفنا ان انا فعلا ممكن اغذي المودل دي بمعلومات كتيره قوي وبوصل بيها لنسب عاليه قوي، وده اللي هنشوفه في المثال اللي عندنا دلوقتي. المثال ده لباحثين من جامعه اسبانيه، بيدرو وايفان وديفيد، عملوا حل المشكلة في الريفت. والمشكلة هي إن هم عايزين يتوقعوا اسم الروم، اسم الفراغ، الفراغ اسمه مش موجود، الروم موجودة بس الفراغ مش عارفه. جبت موديل مثلا ورفعته بس ما حطيتش فيه رومز، بيزد على داتا أصلا عندي، يعني أنا عندي داتا كتيرة قوي قوي تمام، وعايز أبدأ اخليه يتعلم من الداتا دي، وبعد كده يبدا يتوقع الفراغ الجديد اللي انا هديهوله. فهنا بدا يقول لك انا احنا طلعنا يعني داتا من الموديل حوالي 6000 روم من موديل معين و9000 روم من موديل تاني، وبدا يدمجهم مع بعض ويطلع داتا منهم.
يعني ايه الداتا اللي ممكن تطلع من شكل الغرفه؟ قال لك ان احنا اخذنا اقصى طول للغرفه، اقصى اقل بعد للغرفه، عدد في معلومات طلعها من ريفت دايركتلي، في معلومات طلعها من سي شارب داينامو. بعد كده باستخدام ريفت اي بي اي، زي مثلا عدد الايدجز بتاعه الروم دي والباوندنج بوكس بتاعها، يعني اعلى نقطه فيها، اقل نقطه منها، مساحه الاسطح بتاعتها، المحيط والاريا وكل التفاصيل دي. قعد يطلع داتا من على الروم ويقول له ان الروم لما كانت، يعني كل اللي اسمه بيدروم حطهم مع بعض، يعني في ليبل، في كاتيجوري هنا. فانت هنا بدات تدخل له الروم، بدات تدخل له كل غرفه، وبدات تقول له طلع لي منها الاريا وطلع لي منها المحيط بتاعها، والروم دي اسمها بيدروم او دينينج روم او باث روم. ومفروض ان هو يبدا يحطهم كاتيجوريز ويبدا يتعلم ان الكاتيجوريز ده كله ليه صفات معينه موحده. تقريبا دول كلهم بيلعبوا في نفس الزون ده، وتقريبا دول كلهم بيلعبوا في نفس الزون ده. وبدا فعلا يحلل الداتا وتطلع له بيانات بالشكل ده، ويدخلها في عمليه تدريب للكمبيوتر، وفي الاخر قدر يوصل لتوقع فعلا لاسماء الرومز، والموديل بتاعه كل الاسماء فيه اتسمت. التطوير في المجال ده هو الاصعب، ان انت لما يبقى عندك في دماغك فاهم يعني ايه artificial intelligence، وفاهم الخوارزميات بتاعته بتعمل ايه، وهو ده المطلوب ان احنا نوصل له النهارده، ان احنا نبقى فاهمين ليه. لان لما المعرفه دي هتمتزج بالشغل بتاعنا، او هتمتزج بالحاجات اللي احنا بنعملها في الشغل، هتلاقيها هتولد افكار، وهو ده المطلوب هنا. هنا وصل 90% accuracy، من كل 10 رومز سمى 9 صح وفيهم غلط. بالنسبه للماشين ليرنينج، القيمه دي قيمه كويسه جدا 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 على التكنولوجيا الموجوده حاليا. حد هيقول لي طب ما كده في روم غلط، ما كده الكلاينت هيبقى غلط. انا معاك وكل حاجه، بس حاليا التكنولوجي الموجوده، ولو جيت تقارن الوقت او تطلع نسبه الخطا او حاجات زي كده، هتلاقي كل حاجه في صالح الماشين ليرنينج بالمنظر ده. فده فعلا نتيجه حقيقيه ان احنا دمجنا خوارزميه ذكاء صناعي جوه البيم موديل بتاعنا، وعرفنا نوصل ل 90% accuracy، وعرفنا نستعمله في حاجه يسفل، ان هو اختصر لنا وقت، وان دلوقتي الخوارزميه دي بقت معايا، ان اي موديل هيجي وقت جبار. يعني اقعد اسمي مثلا مشروع كبير صغير، اقعد اسمي كل ده، لا هو هيبدا بيزد على الداتا بتاعت الرومز يبدا هو اللي يسميه. فطبعا هو ده اللي ممكن استفيد منه، او امثله للكلام ده. طبعا ممكن اصمم، يعني انا في وجهه نظري الشخصيه باللي احنا شفناه هنا، ممكن نوصل ان احنا نصمم حاجات، يعني الكمبيوتر هو اللي يصممها لوحده، ولكن المستوى من البروفيشناليزم ده لسه ما حدش وصل له. يعني ما حدش له علاقه بالارتفيشال انتليجنس والانجينيرنج او البيم، محدش دمج الاثنين في بعض لحد دلوقتي، ودمجهم مش سهل خالص. لا، الموضوع كبير جدا والريسيرش فيه مجهد جدا وطويل. ودلوقتي نرجع لأول مشكلة عندنا، وهو لأول سؤال سألناه: الشخص اللي اخترع الاختراع ده اخترعه ازاي؟ أو لو أنا عايز أوصل لحاجة زي كده، مفروض أشتغل بأي قسم من أقسام الذكاء الاصطناعي عشان أوصل له؟ هل أشتغل بال machine learning, regression, classification, clustering، ولا اشتغل بالdeep learning عشان اوصل لحاجة زي كده، ولا اشتغل بالreinforcement learning؟ وده سؤال لو حد عارف ممكن يجاوب دلوقتي. لو حد عارف ممكن يرفع ايده ونخليه يقدر يجاوب. اي حد عنده سؤال بس يعمل رايس هاند. تمام. طيب، هو فكرة إن الاختراع ده هو قاعد أنا بالي يجرب. الاختراع ده كان عايز يعاقب الستات، عايز يعقدهم. ده فعلا ده اوبشن موجود. هو كان بيجرب يحط ده على ده ويدوق، الناس تقول له مش حلو، يجيب ورقة مثلا خوخ ويحط فيها رز ويحشيها ويحطها في الفرن، وبعدين يجي ياكلها ومش حلوه، ورقه يحطها في بطيخه مثلا، لحد ما وصل ان حبه الرز دول بالخلطه دي لما تتحط في الورقه دي وتتلف وتدخل الفرن، ساعتها الناس كلها قالت له بونص 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 بونص.
ايه ده، لا ده انا فعلا عملت حاجه مميزه. فالاختراع ده لو عايز اوصل له او اللي وصل له كان بيفكر زي ما الانسان العادي بيفكر، اللي هو زي الرينفورسمنت ليرنينج بالظبط. في بيئه عندي، في مأكولات، في اطعمه كتير، ببدا ادمج واحط بطريقه عشوائيه، رايح من هنا جاي من هنا، ببدا لحد ما اوصل لحاجه فعلا بتديني اعلى نسبه مكافاه، او ان فعلا طعمها بيبقى حلو قوي، وبالتالي فهنا بوصل للتارجت بتاعي. المفاجأة بتاعتنا إن أنا يعني عن غير قصد، أنا قلت للبشمهندس إن إحنا هنعرض، إن أنا هقول لهم إن أنا درست الماشين ليرنينج في سنتر إبسلون، والبشمهندس قال لي يو كان سي إن أي حد هيجي لك من طرف البشمهندس عمرو وهو بيحجز يقول له إن أنا من طرف البشمهندس عمرو، هيعمل له أوفر 30% على أي كورس موجود داخل الصفحة دي على الفيسبوك، هتلاقوها إبسلون AI، ودي موجودة مقرها في سراج مول في مدينة نصر. حاليا كورسات أوفلاين. أنا مش القصد إن أنا أسوق له دايركتلي، أنا إن كنت بنوه على إن أنا أخدت الماشين ليرنينج في السنتر ده، فالبشمهندس مشكورا قال لي there is an offer، لو أي حد هيحجز في 30% خصم للي هيحجز، اللي شاف السيشن دي وبعد كده يحجز. وبرضو حابب انوه على حاجه، في المكان اللي انا شغال فيه there is a free plugins you can download، ممكن تدون منها، ممكن تستعملها. الناس اللي بتشتغل بالريفت تقدر تنزل منها الفري plugins وهتفضل على طول free. ممكن توفر او تطلب منه اي plugin واحنا نعملها ان شاء الله. وده وقت الاسئله لو اي حد حابب يستفسر في اي حاجه. كان في حد سأل سؤال في أول المحاضرة، المهندس محمد زيدان كان بيسأل، هو مهتم جدا إزاي أستخدم لغات البرمجة في برمجة الروبوت، وإزاي أقدر أستفاد منها في مجال العمارة، وإيه أهم لغات البرمجة في العمارة؟ طيب السؤال ده مكتوب في الأول؟ هو كان ساعة لما كنت بسأل كل واحد يعرف نفسه. تمام. مهتم جدا أعرف إزاي أستخدم لغات البرمجة في برمجة الروبوت. طيب هو باشمهندس محمد، هو مجالنا مش يعني مش روبوت، إحنا بيم، فأنا مش فاهم روبوت ده هتروح للروبوتكس أو حاجة زي، يعني مجال تاني مش اللي إحنا بنتكلم فيه. إزاي تقدر تفيد في مجال العمارة، وإيه أهم لغات البرمجة في العمارة؟ إزاي تقدر تفيد في مجال العمارة ده اللي إحنا لسه قايلينه دلوقتي، اللي هو أنت ممكن تحضر دكتوراه حتى في رسائل زي كده، إزاي إنك تدمج خوارزميات ذكاء اصطناعي بتمشي بخوارزميات زي اللي شرحناها، في إن أنت تحل مشكلة بتقابلك، والمشكلة دي فعلا مش ما ينفعش تتبرمج، لان هي ليها علاقه بالباترن او مشكله التصميم. هتبرمج التصميم ازاي؟ التصميم بيتغير على حسب المتطلبات وعلى حسب الحدود البيئه المحيطه بتاعتك. التصميم هنا مش زي المدينه اللي جنبي، مش زي اي مدينه تانية، كل حاجه ليها وضعها. وبالتالي فانت هنا بتبدا مشكله مش سايزد، فبتبدا تحطها في الماشين ليرنينج وتدمجها مع الشغل بتاعك. ايه اهم لغات البرمجه في العماره؟ ما فيش لغه اسمها اهم لغه في العماره، اللغه على حسب استيعابك انت اللغه وتقبلك ليها، وعلى حسب هل هتنفع مع الابلكيشنز اللي بتشتغل على البرنامج اللي انت شغال بيه ولا لا. يعني مثلا انت ممكن تقول لي انا هتعلم لغه الار، طيب في مجال العماره في حاجه بتشغلك ار تقدر اكسس ريفت اي بي اي؟ لا. في حاجه تقدر تشتغل داينامو ار؟ لا. في لغه اسمها ار. تمام. هتقول لي مثلا طب الفيجوال بيزك، ممكن تبرمج فيجوال بيزك باكسس ريفت اي بي اي، بس هل فاميليار، في زخم عليه؟ هل لو جيت سيرش على مشكله هتلاقي في ناس بترد عليك؟ اعتقد لا. فهي يعني في بس مش كتير. فهي الفكره انه ايه المتوفر اكتر، وايه اللي بيناسب البرنامج اللي انا عايز ابرمج عليه. اتمنى اكون جاوبتك. في حد تاني كان معاه ايده؟ في سؤال مكتوب، بالنسبة هل الاهتمام بالـ AI بالنسبة للمجال المدني هيفيدنا على المدى البعيد؟ طبعا احنا هنا بنتكلم عن
ان كل المجالات، انا مش بتكلم على عمارة بس، انا بتكلم على انا بس عشان معماري، فالامثلة اللي بقدر احضرها بتكون امثلة معمارية، ولكن في امثلة تانية يعني ليها علاقة بالمدني، بس يعني دي حاجة خاصة بالشغل ما اقدرش افصح عنها دلوقتي. ولكن في اي مجال، او حتى انا شايف ناس بتكتب جرين بيلدينج، اي حاجة فيها مشكلة تصميمية انا ببقى عايز اصمم حاجة، فالماشين ليرنينج يقدر يفيدني، لاني هيصمم زي ما انت بتصمم، بس لما توصل للايجنت اللي بيصمم زي ما انت بتصمم ده فيها مشوار طويل، زي بالظبط العربية اللي بتسوق لوحدها، دي مش مبرمجة، دي متعلمة ازاي تمشي، متعلمة ان هي لما تشوف هنا عائق معين لا تحود بطريقة معينة، زيك زي ما انت بتسوق بالظبط. فمثلا انا بصمم جرين بيلدينج، ايه الهدف من التصميم؟ ان انا اصمم في بيئة معينة يبقى احقق اكتر، المبنى يبقى جرين اكتر حاجة وسستينبل اكتر حاجة والفقد في الطاقة اقل حاجة. طب ايه الادوات اللي بصمم بيها؟ 1 2 3 4 يتحط في بيئة ويبدأ يصمم. بس الكلام ده زي ما قلنا انه لسه في مراحله الاولى خالص، ومحدش يعني ما شفتش تطبيق قوي حقيقي عليه. تمام. وبالتالي كمدني او كعماره او ككل حاجه، لو انت جيت بس اهم حاجه انك تحدد المشكله بتاعتك وتصنفها، وبعد كده تفكر بطريقه كرييتيف انت عايز تعمل ايه، لان هي دي اصعب نقطه في اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، انك تلاقي مشكله فعلا تقدر تصنف ان المشكله دي بتتحل بالمكان ده، بعد كده الموضوع اصبح مجرد وقت. اتفضل. باشمهندس أحمد اتفضل. الله يزيد فضلك أستاذ عمر. أهلا بك. أستاذ عمر الله يعطيك العافية يا رب على هالمحاضرتين اللي كتير كتير كويسين، يعني أكثر من رائعين، ما شاء الله على أسلوبك، يعني إن شاء الله بتخلص الماستر تبعك ونشوفك هيك دكتور، لأني راح تفيد طلابك كتير بهالأسلوب اللي شكرا عندك لك. هاي. الله يوفقك يا رب. طيب ما دام هلا السؤال، أنا بدي بعيد شوي عن الماشين وعن البرامج نفسها، ممكن تعطيني مثال او هل مرت عليك حالات انه طبقت الماشين ليرنينج مع الريسك مانجمنت، كون اني كثير عم بتكون فيها توقع، وبتعرف هاي يعني عندنا بالريسك كثير كثير مهمه هالناحيه، والشغله الثانيه يعني شفتها انا كثير مفيده اللي هي انه عم تتعلق بالسلوكيات، طبعا هاي يعني احد الريسك او الاريا اوف ريسك اللي احنا بنشتغل فيها، يلي هي البيبول نفسهم، الناس نفسها. فاذا كان فيها الامكانيه هي، او هل ورد معك شيء بحث يجمع بين الطرفين؟ شكرا ليك جدا على الاطراء ده. الله يسلمك. احب اقول لك انك بتتكلم في زون قوي جدا جدا، وبيئه خصبه انك تطبق كل ده. سلوكيات الناس تعرف تتوقعها مش من دماغك، عشان محدش يفتكر ان احنا بنقول حاجة غريبة، لا خالص، بيزد على حاجة حصلت قبل كده بالضبط. بالظبط. فوالله لو سلوك الشخص ده بيقول انه يبقى شبه سلوك شخص تاني معروف عنه ان هو بقى مدير مشروع وبقى حد غير نظام الشركة وخلاها افضل، يبقى الشخص ده اهتم بيه اكتر من حد تاني. لو شخص بيقول ان هو في تصرفات شبه حاجات شبه اشخاص تانية كانت بتتصرف كده، فالشخص ده بيقول ان هو هيعمل مشاكل. فاللي انت بتتكلم فيه الريسك مانجمنت بيئة خصبة جدا للتفاصيل، بس انا ما شفتش حاجات، او انا ما بدورش في الريسك مانجمنت. انا كل يعني بيبقى اهتمامي للبم والاركتكتشر انجينيرنج عموما، ف بعيد شوية عن المجال بتاعي، بس ينفع وقابل للتطبيق، وهتطلع منه نتائج هائلة جدا، ولأنه أسهل، يعني تطبيقه هيبقى أسهل من الـ reinforcement learning، أو حتى لو دخل deep learning كل ده applicable. هو الـ reinforcement learning اللي بيعتبر يعني صعب شوية، لأنك كل كود لازم تعرف البيئة وتعرف الايجنت بتاعك بيتحرك ازاي. في العربية انت بتحرك يمين قدام ورا شمال، تمام، في بيئة تانية انت بتعلمه يديزاين ازاي يحرك لك الأوضة دي جنب دي ويحرك دي هنا هنا، فكل بيئة مختلفة. انما مثلا اكواد زي الكلاسترنج والريجريشن اللي انت بتتكلم فيه، انا عايز اتوقع نسبة، عايز اتوقع رقم، او عايز اتوقع ده بينتمي لأي فئة،
تمام، البروجكت ده هينتمي لاي فئه، الريسك هنا يبقى عالي ولا قليل. فالفكره انه لا، ده كاتيجوري، ده هو كود هعمله وبعد كده هبدا ادرب عليه الكمبيوتر، هبدا اطوره، بس الكود موجود، مش بيتغير جذريا. يعني اتمنى اكون افدتك، شكرا جزيلا يا انك ناس، تكمل في يعطيك المجال ده. العافيه. ربنا يكرمك. شكرا. في سؤال بالنسبه لطالب هندسه مدنيه عم بيعمل الماجستير، ما عندوش اي فكره عن البرمجه او الذكاء الصناعي باستثناء خطوط عريضه، ممكن يقدم على الخطوه انه يشتغل رساله الماجستير على هذا المشروع خلال سنه واحده؟ وهل فكره باستثناء كافيه ايه يا لتعلم اخوي؟ الذكاء الصناعي او الديب ليرنينج؟ وهل انا كمهندس مدني مطلوب مني ان اعرف كيف بيعمل الكود او ياخده جاهز؟ طيب، بس ملخص السؤال لان انا مش شايفه، ففي كلمات يعني هو بيسأل عن ان هو قدامه مهندس سنة مثلا، مدني. خلال السنة دي ممكن يتعلم البرمجة ويعمل المشروع بيه؟ ما هو على حسب المشروع بتاعه عبارة عن ايه، هو ممكن لو يوضح، يتكلم يوضح لو اكتر. سمحت، لو باشمهندس باسل اللي ينفع تسأل بالصوت أحسن، يا ريت يعني الأسئلة الصوت أحسن لو حد. مساء الخير أستاذ، وشكرا كثير على الشرح الوافي خلال المحاضرة. أنا حاليا سنة ثانية ماجستير هندسة مدنية، فعم فكر بموضوع الديب ليرنينج وعلاقته مع البيم أو مثلا طائرات الدرونز. فحاليا الديب ليرنينج أو الارتفيشال انتليجنس هو تريندي حاليا بالسيفل انجينيرينج، بس أنا كمهندس مدني ما عندي أي قاعدة إلى علاقة بالبرمجي، ما عندي أي معلومات إلى علاقة بالبايثون أو الارتفيشال انتليجنس. هل انا قادر اني اتعلم خلال فتره سنه هذول الامور واروح على مشروع دخله بالارتفيشال انتليجنس؟ تمام هاي هي مشكلتي، او انا قلقان من هذا الموضوع. تمام طيب، شكرا ليك. خلينا نتفق انك عشان تتعلم حاجه، يعني العلم مش عشان، يعني مش عشان احل دي بس فهتعلم العلم ده عشان اعدي من مرحله معينه في حياتي. العلم اللي هتتعلمه هيفضل ماشي معاك الى ان يشاء الله، تمام؟ والعلم لما تتعلم حاجه جديده، انت كانك لبست نظاره فوق النظارات العلميه التانيه اللي انت لابسها، بتشوف الامور بشكل مختلف من خلال العلم الجديد اللي انت اتعلمته. فانا اؤكد لك ان انت لما تتعلم اي حاجه جديده، سواء كود او سواء whatever، اي علم اي علم، هتشوف الامور بشكل مختلف، وهتبدا تلاقي العلاقات اللي ما بين العلم الجديد اللي انت اتعلمته والعلوم القديمه اللي هي معاك، وطريقة تفاعل الاتنين مع بعض جواك هي اللي دي هتولد الإبداع، وهتعرف تعمل حاجات جديدة، وهتلاقي العلم اللي انت اتعلمته ده بيتفاعل لوحده مع الحاجات اللي قدامك، وهتلاقيك طلعت فعلا أفكار ما كانتش عندك قبل كده. ودي من واقع خبرة عملية فعلا، ان انا لما كنت بتعلم ماشين ليرنينج ما كانش في قدامي اي حاجة ان ده هيتطبق فيه، لا ما اعرفش، بس انا عايز اخده عشان اكيد في مجال، اكيد في حاجة هتلاقي بتطبق فيها. ولحد دلوقتي لسه باكد لك ان اصعب نقطة هي نقطة ان ازاي تربط العلم اللي عندك بالعلم الجديد اللي انت، اللي هو الماشين ليرنينج او البيم مع الماشين، ازاي تلاقي الزونز اللي ما بينهم، موجودة وقوية وكتيرة، بس حط ايدك على المشكلة. هي دي الفكرة، هي دي اصعب نقطة فيه. بس مع الخبرة ومع انك الوقت اللي بيعدي وانت في دماغك الحاجات دي هتلاقيك وصلت. انا اهم حاجة ان احنا نطلع فاهمين ان الماشين ليرنينج بيعمل 1 2 3، بس ده هيتفاعل وهتلاقي ثماره بعد كده. اتمنى اكون فدتك. باشمهندس محمد عادل، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متشكر جدا جدا للبشمهندس، فعلا يعني شرحه وافي جدا، وأنت جاوبت لي على سؤال كان بيدور في ذهني، لأن أنا مهندس إنشاءات وطبيعة التصميم بتاعنا، وأظن غالبا في كل الهندسة إن هو بيكون باي ترايل أند إيرور، بالتجربة والخطأ والأوبتمايزنج بتاع التصميم والكلام ده. فسؤالي، انا حاسس برضو ان انا تو ايرلي عليا، ان انا ما كنتش يعني مش دارس لغه برمجه او حاجه. فهل بالماشين ليرنينج مثلا لو قدرت تو تيل الكمبيوتر مثلا انا بصمم الاعمده بالشكل الفلاني، وبصمم بعدها الكاميرات بالشكل الفلاني، وبحسب المبنى والزلازل بتاعته بالشكل الفلاني، واقدر اعمل بالماشين ليرنينج ان هو بعد كده يعمل الحاجه دي لوحده، الموضوع ده يبقى يعني فظيع جدا. ممكن يستغنى المهندسين الانشائيين عن، يعني بس مجرد كوردينيشن،
السؤال بس عشان انا يبقى الكونكلوجن اللي جه في دماغي ده مش غلط، هل اللي انا بقوله ده صح؟ يعني ممكن اعلم الكمبيوتر ازاي يصمم اعمده وكاميرات والكلام ده، لان هي في الاخر ترايل اند ايرور بالماشين ليرنينج. بالظبط، شكرا ليك يا باشمهندس، انا اشكرك تاني لانك بتاكد لي ان المعلومه اللي انا عايز اقولها وصلت للناس. هو ده فعلا اللي انا او الهدف الاساسي، ان احنا نبقى عارفين ان في كود ممكن يحاكي العقل في الزون ده، ممكن يخليني اعرف اصمم. احنا دلوقتي لما شفنا العربيه، مش ده قرار تصميم او ده قرار محتاج يعني ديزاين، محتاج ان انا اعلم العربية امشي كذا اعملي كذا خطوات معينة عشان اوصل للحل. هو ده الديزاين، خطوات معينة بحب اعملها، بحط ده كذا بنسب معينة، ما اخبطش في عربيات تانية، بمشي في طريق بحقق التارجت بتاعي. ديزاين ايه؟ ان احنا نحقق اللي العميل طالبه مع المحافظة على الستاندرز بتاعتنا. هو ده الديزاين، ان مع طبعا ابداع في العمارة. فالفكرة كلها ان زي ما احنا بنقول كده في الـ reinforcement learning، قدرت العربية ان هي تركن من اي مكان حطيته توصل للتارجت بتاعها من غير ما تخبط في اي حاجة. عايز اقول لك ان البرنامج ده او الحاجة اللي انت عرضتها دلوقتي انا مقتنع ان هي قابلة للتحقيق، ولكن محدش لسه حقق. انا مقتنع ان هي وقت من الاوقات هتقدر تتعمل. اوتوديسك كانت، بس انا ما عنديش الاكزامبل ده حاليا، بس هي يعني في مبنى صممته بالطريقه دي، بس كان جنراتيف ديزاين، واعتقد دخلوا فيه رينفورسمنت ليرنينج. واعتقد اوتوديسك دلوقتي بتشتغل، يعني ما اقدرش افصح المعلومه بالظبط، بس هي اللي اعرفه ان هي بتشتغل حاليا على الارتفيشال انتليجنس، وان هي تعمل بروجرام بيعمل الكلام ده، وان كل طاقتهم موجهه على الارتفيشال انتليجنس. وعايز اكد لك ان في خلال فتره قريبه جدا هتسمع عن برامج بتصمم لوحدها وفعلا بتوصل لك لاكيرسي عالي جدا، ودي هتعمل لك ثوره في كل العالم او الاي اي سي اندستري اللي احنا شايفينه. مش هيبقى زي اللي هو موجود حاليا، كل هيتغير، ما عادش فيه هيبقى حد يروح يشتغل في مكتب، لا ده طبعا يعني خلاص دلوقتي الريفت جه حل محل الاوتوكاد، وبعد كده حد برنامج تاني ارتفيشال انتليجنس هيجي، انت بس عايز مهندس يبدا يديله يعدل الخوارزميات، ولازم ساعتها يبقى عارف برمجه، ولازم يبقى عارف ارتفيشال انتليجنس، وحد يعني ايه عارف اكتر من دومين عشان يعرف يهندل البرنامج ده. والبرنامج ده في الاخر بيخليك تطلع شغل من غير اي مهندسين. طب وظيفة المهندس ايه هنا في الحالة دي؟ حد يقول لي ايه ده هيلغي المهندسين تماما، اكيد ده مش هيحصل. مش هيحصل طبعا، الانسان اذكى من الكمبيوتر وانا مقتنع بكده، ولكن الانسان اللي هيتفضل هو اللي هيبقى قادر انه يسيطر ويهندل على الكمبيوتر ده. غير كده ما يعني احنا كده بنحاكي عقل الانسان اصلا. كل الخوارزميات دي اصلا ابتكرت عن طريق ان احنا نشوف العقل بيفكر ازاي، وازاي عرفت فعلا حقق ان دي قطه ولا كلب. طب بنفس الطريقه حاول تبرمجها، هي دي القضيه بتاعتي. اتمنى اكون افدتك. في سؤال بيقول هل توجد علاقة بين الـ Recommendation System واستخدام الذكاء الصناعي بشكل أكثر تحديدا في حالة الرغبة في إعداد برنامج أو تطبيق يمكن من تقديم توصية باختيار نموذج تصميم لمنزل، يعني أديله المعلومات وهو يصمم المبنى مثلا؟ خلينا اجاوبك باشمهندس، ان الريكومنديشن سيستم اصلا بتاع اليوتيوب كله بارتفيشال انتليجنس، واي ريكومنديشن سيستم باي ابلكيشن انت بتاخده بارتفيشال انتليجنس، واللي انت بتقوله ده بيتطبق برضه، ممكن تحققه بارتفيشال انتليجنس، انك تبدا تاخد الخصائص دي وتعمل لهم جروبنج. وي 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 في حاجات اصلا اسمها ريكومنديشن سيستم، تبقى مخصوصه خوارزميات مخصوصه ان هي تعمل لك ريكومنديشن سيستم. واللي انت بتقوله بقى، انت كده ربطت النقطتين ببعض ولقيت النقطه اللي انت ممكن تشتغل عليها، اللي هو انا فعلا هعمل برنامج، او انا في الشركه بتاعتي مثلا، انا شركه بتقدم حلول، بتقدم مثلا تطوير عقاري، فبتقدم شقق للمستثمرين وات ايفر. فبعد كده ابدا مثلا الكلاينت ده انا عارف عنه انه 1 2 3 4 بيشتغل في المجال ده وعامل كذا 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 كذا، بناء على الداتا اللي عندي انا هعرض له 1 و2 بس، مش هعرض له 3 خالص. الناس في حاليا بيعملوها بشكل تلقائي عفوي، تلاقي مدير المكتب بيقول لك لا حط له الحل ده وده، ما تحطلوش التالت، ليه؟ انا عارف انه مش بتاعه، ده هيلخبطه اكتر.
لان كل الكيسز اللي قابلته، طب تخيل بقى لو كمبيوتر هو اللي بيقول لك كده، كمبيوتر هو اللي بيقول لك ان لا اديله ده وما تديلوش ده عشان ده من الفئة دي مش من الفئة دي، شغلك هيبقى 10 على 10. طيب في انا لما اكون تسأل بيسأل ايه انسب لغة اللي ممكن تتوافق مع الـ AI، مع الذكاء الصناعي؟ الانسب لغة هي البايثون ده باجماع الكل، ان البايثون هو افضل حاجة ممكن تبرمج الاي اي، وحتى لو جيت تتعلم اي اي هتتعلم بايثون قبل ما تتعلم اي اي. في سؤال برضو، هل ممكن استخدم الذكاء الصناعي في الجرين بيلدينج؟ ده جاوبته في كان في حد سأله قبل كده. الجرين بيلدينج هي نفس المعضلة بتاعت ديزاين ولا باترن بروبلم، باترن بروبلم لو مشكلة ليها علاقة باترن معين، يعني علاقات في بعض وانا عايز استنبط حاجة من نصهم، هعرف استخدم فيها ذكاء اصطناعي. لو حاجة عايز اعمل فيها ديزاين بس الطريق ده طويل وصعب بس ينفع، هستخدم فيه reinforcement learning. فالفكرة ايه المشكلة اللي انا عايز اطوعها في الجرين بيلدينج او sustainability، وساعتها اقدر اجاوبك بالظبط ممكن تستخدم ايه. في سؤال بيسأل، هل تعلم التقنيات الذكاء الصناعي لازم أكون عارف لغة برمجة؟ أكيد أكيد، عشان أنت كل ده هتحوله للبرمجة، كل ده هتكتب بيه بعد كده كود. باشمهندسة سارة اتفضلي. طيب في سؤال عن الروبوت، طبعا مالناش دعوة بالروبوت. في حد بيسأل، حضرتك قلت أفضل كورس اتعلم منه بايثون بس مش فاكره، ممكن تقوله؟ اوكي، انا ممكن احط اللينك حاليا في البوست، في تمام. احاول احط اللينك دلوقتي. انت سامعني كده؟ انا على السفر بس سامعني. ايوه اتفضلي. طيب انا بس عندي سؤال، احنا دلوقتي اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن الريفت والداينامو والكلام ده كله، احنا عندنا مثلا كان في بروجكت كنا شغالينه مع اليو اس كونسلت، كان عن فكره ان احنا ازاي نديزاين الحاجه ونشتغل نخلي الديزاين ده ان انا ابقى ليفل 5 و created، ابقى انا ككلاينت داخل جوه بقدر ان انا جوه الفويد بتاعي ابتدي اديزاين الحاجه زي ما انا عايز. هل انا اقدر ان انا اخد الكلام الاول على الريفت وبعدين انقله مثلا على حاجه زي اليونيتي ولا لا؟ لان احنا مثلا لو 3 دي ماكس احنا فشلنا في ان احنا نعمل حاجه زي كده، كان الموضوع كان صعب جدا وما نفعش، اضطر ان احنا نبني كل حاجه على اليونيتي من اي تو زي علشان نقدر ان احنا نحطها مثلا في ار، فلما يجي الكلاينت يلبس النظاره يقدر ان هو يحدد المكان ده كان عايزه ايه من اوبشنز معينه، الماتيريالز المستخدمه، الكلام ده كله، هل يقدر ان احنا نعمل اللينك ده ولا دي لسه ما وصلناهاش؟ معلش الصوت مش واضح، حضرتك فهمت السؤال يا باشمهندس؟ يعني انا سمعت تقريبا نص الكلام باشمهندس صار. طب قولي تاني كده. طيب قولي تاني. اقول تاني تمام. الفكره ان احنا كنا بنحاول نطبق فكره الاوبشنز بتاعت الماتيريال. لا صراحه احنا مش سامعينك خالص، ممكن تكتبي؟ طيب ممكن تكتبي وانا هقرا. طيب اوكي هحاول اكتب. اوكي طيب انا حطيت لينك اللينك ده للانستراكتور اللي بيشرحه هو اللي انا متعلم على ايده البايثون، باشمهندس حسام مصطفى. هو حاليا منحه يعني حاطه كورس فري في الاي تي اي، فهتلاقيه دخلك على لينك الاي تي اي، بتعمل بتسجل بتلاقي الكورس فور فري بيعلمك مدخل للغه البايثون، فانا بريكومند الكورس ده. انا طبعا ما اتفرجتش عليه بس انا بريكومند الانستراكتور، فاللي حابب يتعلم طبعا. في حد بيسأل كيف يمكن بدء في اعداد برنامج او تطبيق يمكن تقديم توصيه باختيار نموذج تصميم؟ طيب ده احنا جاوبنا السؤال ده، مش عارف ايه تاني. طيب باشمهندس معايا؟ حضرتك يا باشمهندس منتظرين بس باشمهندس ساره تبعت سؤال تحت. حد بيسال برضه في كورس كويس على كورسيرا لغه برمجه بايثون. اوكي في حد بيسال على اني ريكومنديشن للسي شارب، موقع مهاره اللي باشمهندس عمرو حاطه ده كويس، اعتقد في سي شارب وفي بايثون وفي قواعد بيانات، حاجات كويسه جدا.
اسم المحاضر حسام مصطفى بتاع البايثون. هو خش على اللينك، هتدخل على الكورس على طول. في أي حد عنده أي أسئلة؟ باشمهندس عبد الحسن اتفضل. اتفضل. حضرتك اعمل بس راس هاند عشان اوصل للاسم. احمد حسن. طيب اتفضل باشمهندس احمد. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عايز اسال باشمهندس عمرو، هو دلوقتي لو حضرتك متابع في الديجيتال فيوتشر، المؤتمر الاخير بتاع ديجيتال فيوتشر وكده، فهم كانوا، هو ايه الفرق بين الاي اي وكده وان انا استخدم الجينيريتيف ديزاين او الجينيريتيف ارت عموما او الجينيريتيف ديزاين، ان انا اعمل فلور بلان زي ما حضرتك كنت بتقول وكده، هل ده ليه هو ده الاي اي وكده، ولا الاي اي ده حاجه ثانيه غير الجينيريتيف ديزاين او الجينيريتيف ثينكينج او كده؟ اشكرك على السؤال ده، سؤال مهم وهيوضح للناس كتير الفرق، فروقات اكتر. الجينيريتيف ديزاين بيبقى عندي يعني بيبقى عندي تصميم او عندي محددات للتصميم وانا بولد منه افكار، وفي الاخر انت هتختار الفكره اللي هتناسب البارامترز بتاعتك. يعني كل تصميم منهم هيقول لك انا حققت من التارجت مثلا 70%، تمام، بانبوتس 1 2 3 حققت التارجت. ما هو انت مش عندك تارجت واحد ولا هيحققه 100%، انت عندك كذا تارجت، ودي المشكله في عمليه التصميم. عندك تارجت بتراعي فيه الطاقه، تارجت بتراعي فيه العوامل الانسانيه، تارجت بتراعي فيه متطلبات العميل، تارجت بتراعي فيه الشمس والاضاءه وات ايفر. فانت مثلا حققت في اول واحد 30% والباقي كله 70، لا ده انا اول واحد ده مهم قوي، حقق لي فيه 70، حققت فيه 70 والتاني 50 طب ايه دي، ده واحد عن التاني هيختلف، لا انا عايز ده، واحد تاني يقول لك لا ده، وكلاينت تاني يقول لك ده وان كلاينت. فده اسمه جينيريتيف ديزاين، بيبدا يطلع لك مجموعه تصاميم كتيره جدا ويسيبك انت اللي تختار، ويطلع لك statistics من كل التصاميم دي. ده الجينيريتيف ديزاين. الرينفورسمنت ليرنينج او الارتفيشال انتليجنس، لا هو ممكن يعمل لك هو الديزاين، يبدا يحط لك بيئه معينه انت بتشتغل عليها، بتبدا تحط محددات للبيئه دي، ما تخبطش هنا، لو خبطت هنا هديك بانشمنت، لو وصلت للتارجت اسرع هديك بونص، ويبدا الايجنت بتاعك يتحرك لحد ما يصمم ويطلع لك تصميم معمول ب، او يطلع لك خوارزميه كل ما تديها بقى نفس الانبوت بس تغير فيه. يعني مثلا زي ما شفنا كده، حط العربيه في اي مكان، هو كده بيغير الانيشال انبوت، العربيه عارفه ازاي تمشي. يعني لو انت علمت البرنامج ازاي يصمم مثلا المنازل او يعني المنازل الصغيره وحطيت فيه كل التفاصيل دي، انت كل ما تدي له منزل بمتطلبات تانية بس بنفس الاطار، في نفس الاطار يعني كلها مثلا منازل سكنيه مش مول مثلا، هتلاقيه يطلع لك تصميم فيها لانه متعلم يطلع لك التصميم ازاي. وانت بقى ممكن تدمج الاثنين مع بعض، مش عارف، يعني اعتقد ممكن تدمج الاثنين مع بعض وتطلع حاجات بقى اللي هو حد فكاهي، يعني خلاص انت حكيت الانسان وسبقته كمان، اخد بالك؟ فهي دي الفكره. يعني ده مختلف وده مختلف، بس الاثنين بيحققوا لك او بيحلوا لك مشاكل الديزاين بتاعت الموديل بتاعك. شكرا خالص. في سؤال ساره سالت، هو الكلام معكوس، بتقول احنا من سنه كنا بنحاول نعمل ديجيتال ديزاين فيجواليزيشن على يونيتي، احتياجات العميل على اساس ان انا نقدر نمي احتياجات العميل، بس لما جينا ماكس يونيتي ما ينفعش، فهل نقدر نماكس بتوين يونيتي وريفت؟ اوكي، ده سؤال تكنيكال. اكشلي انا ما اشتغلتش على يونيتي قبل كده، فما اقدرش افتي اقول او لا، اعتقد ينفع، اعتقد، او لو حتى ما نفعش فاحنا ممكن تلاقي برنامج وسيط ما بين اليونيتي والريفت، او ما بين اي بيئة برمجية فيها ثلاثية الأبعاد وما بين الريفت، أعتقد إنه ده ينفع بالسي شارب. أعتقد في حد تاني بيسأل، للأسف في مشكلة عندي في زوم، مش سأل كده، بس كنت حابب أسأل سؤال أتمنى يوصل هنا. توفير حلول برمجية لأحلام الشركات الكبرى، بدأت تنشأ أقسام داخلية تقدر تكسب بيها حاجة،
باشمهندس هو الكلام بيحط فيه كلمة انجليزي بيقوم قالب ال هل حضرتك شايف ان افضل اتجاه للشركات انها تستثمر اموالها في عمل حلول مش قادر اجمع الجملة لانها معكوسة. بص هو يعني عموما مجال البرمجة هو المجال التريندنج دلوقتي، مش تريندنج عشان هو تريندنج، يعني مش تريندنج عشان ظهر فيه حاجات، لا، لان فعلا التقدم اللي فيه بطريقة مهولة جدا، احنا ماشيين بسرعة الصاروخ فعلا لمنطقة يعني هتغير ملامح حاجات كتير موجودة. فأي حد بنصحه طبعا ان هو يعني لازم يبقى عنده حتى خلفية صغيرة. انت ممكن في يوم وليلة يطلع برنامج يقول لك لا البرنامج ده بيعمل مثلا عمل المهندس بالكامل، فساعتها لازم انت تبقى في اي حاجة نقدر نتماشى معاها مع الحاجات دي. طيب في حد بيسأل، إسراء مبروك بتقول what are the right steps should I take to learn and apply artificial intelligence in interior design؟ هو الـ artificial intelligence زي ما قلنا قبل كده إنه علم كبير، ولما بتعلمه ما بقاش شايف بالظبط الزون اللي أنا يعني هطبقه فيه إزاي. فأنا أؤكد لك حتى لو أنت شايفة جزئية معينة هتطبقيه فيها، أنت لما تتعلميه هتلاقي فيه زونز كتيرة اتفتحت لك وآفاق كتيرة. في الانتيريور ديزاين لا، احنا نقعد نفكر وتحكي لي مثلا مشاكل الانتيريور ديزاين، فانا اقول لك اه والله انا ممكن نعمل بيه كذا فيعمل كذا. فالمشكله الحل كله او الاختراع بيبدا ان في مشكله. قولي لي ايه المشكله في الانتيريور ديزاين عشان مش فاميليير، او يعني كنت اشتغلت قبل كده بس مش فاميليير قوي مع الانتيريور ديزاين، فما اقدرش يعني مش حاضر في ذهني ان انا اقول لك اه والله المشاكل دي ممكن تتكاستم بدي، بس اه ممكن نعمل ريجريشن، ممكن نعمل كلاسيفيكيشن كلاسترنج على حاجات من جوه الانتيريور ديزاين، ممكن في اللايتنج نعمل، يعني في افكار كتير مهوله، بس الافكار دي بتتخلق لما تاخدي العلم ده والعلم ده، او تقعدي مع حد مع العلم ده وانت معاكي العلم ده وتبداوا تتكلموا فتلاقي الافكار بتطلع. لازم تدمجي علمين مع بعض فتلاقي الابداع هنا بيطلع. اتمنى اكون افدتكم. في اي اسئله تانية يا باشمهندس ولا كده خلاص؟ تمام يا باشمهندس، الف شكر يا باشمهندس، الف شكر لحضرتك. تمام، شكرا ليكم. ده لينكد ان، كيو ار كود هتروح على طول لينكد ان. اتمنى اكون افدتكم كلكم وان شاء الله اراكم قريبا. شكرا ليكم، شكرا ليك يا باشمهندس عمر، شكرا للفريق الشغل الرائع اللي معاك، واتمنى اشوفكم قريب ان شاء الله. الف شكر، الله يكرمك.